your childhood. المين بروبلم اللي احنا بنحلها ان في وقت كتير قوي الاطفال بيضيعوه مش عارفين يستغلوه الاستغلال الامثل. ده غير كده ان متوسط 6 ساعات في اليوم ديلي 6 ساعات الولاد بيقضوها قدام التلفزيون قدام الجيمز. احنا مش عارفين ايه الكالتشر اللي بتتنقل ليهم في الجيمز دي او الكرتون ده. فاحنا مش بس عايزين نحارب ان هم يقعدوا بس يتفرجوا على الموفيز او ان هم يلعبوا جيمز، لا احنا كمان عايزين نحافظ على الكالتشر بتاعتهم والحاجات اللي بتتنقل دي. ده كمان بيفكت بادلي على المايند بتاعهم لما يجوا يذاكروا او يعملوا بقيه الاكتيفيتي اليوجوال بتاعتهم في اللايف سواء سبورت او ايديوكيشن. فالسوليوشن بتاعنا هو your child could to simulate any idea أو أي فكرة موجودة في عند الأطفال إن هم يحاولوا يحولوها الريال. ده بننفذه عن طريق إن إحنا بنعلم الأطفال programming. فمعنى كده إن هو قادر أي فكرة موجودة في باله أو أي حاجة إن هو يحولها لحاجة ريال. وكمان بنعلمهم problem solving وإن هم يقدروا يشوفوا كل مشكلة حواليهم إن هم يحولوها لحاجة حقيقية ويعملوا لها solution بتاعهم. احنا دايما بنقول احنا built application for kids by kids. هدفنا البروجرامينج لانجويج از تول نوت اجول، مش الهدف ان انت تتعلم، الهدف ان انت باللي اتعلمته ده نبتدي تعمل بي سوليوشن بتاعك او حاجه بتحل لك مشكله او بتحل الكوميونتي بتاعتك بروبلم. احنا شغالين ازاي؟ يا اما عن طريق البروجرامينج كامب او عندنا حاجه تانية اللي هو اور اوف كود. احنا موجودين في الاجازه وموجودين برده within education وكمان ده كده الكامبس بتاعتنا ودي الاور اوف كود اللي هي افتر سكول. الاطفال اللي هو من اكبر من سن 12 سنه نبتدي نقعد معاهم ان هم يبتدوا يطلعوا افكار عليهم. يعني مثلا كان عندنا مروان ده طفل عنده 14 سنه ده كان دايما بيكراش مع بابا ومامته مفيش اي واي اوف كوميونيكيشن، فعمل موبايل ابلكيشن بيريكورد فيه الريال فيلينج بتاعه في سيتويشن معايا. معلش يا ماما اتصرفت كذا عشان انت قلتي لي كده فانا ما عرفتش اقول لك حاجه فانا مثلا مشيت. فهو قدر خلال ان هو السوفت وير ده يعمل السوليوشن او الحل اللي يقدر يحل بيه المشكله بتاعته. مش لازم تكون ان هي حاجه ديفيكلت او حاجه بتامباكت فيزيكالي عليهم، لا في حاجات ان هم مش عارفين يخرجوا مع بعض، كل واحد عنده التمرين بتاعته وعنده المذاكره بتاعته مش عارفين يحددوا الوقت الفري، فعملوا ابلكيشن برده بيورجنايز التايم ده. اخر حاجه ان احنا بنخليهم بنأهلهم ان هم يعملوا بروجرامينج كومبيتيشن سواء موجوده في مصر او موجوده بره مصر. دايما الروبوت ده اكتر حاجه منتشره دلوقتي واللي اف ال ال واللي هي مسابقات الروبوت، بس مفيش ولا مسابقه موجوده في مصر للبروجرامينج للاطفال. انليس ان البروجرامينج مش بين كونسيوم تول جديده، يعني مش بفورس البيرنت ان هم لا يروحوا يشتروا مثلا روبوت بسعر معين او ليجو او كده، لا دي تولز موجوده معاهم وهم كده كده بيستعملوها. ده التيم بتاعنا، احنا كلنا كمبيوتر انجينيرز، احنا اساسا كلنا انجينيرز وانا ماجستير من هندسه عين شمس في الكلاود كومبيوتنج والبي اتش دي في الارتفيشال انتليجنس. لقينا كمان في التيم ان اغلب البنات لما بتيجي تتجوز بترجع الكانتري بتاعتها وخلاص بتسيب الناس ان هي انجينير وكمان عندها اكسبيرينس في الديفلوبمنت اشتغلت فتره بس خلاص بترجع باك تاني ليها. فده اللي خلانا ان احنا مش نشتغل بس في القاهره، لا نشتغل كمان في المحافظات لان هم اوريدي كواليفايد وعندهم كمان النولج والاكسبيرينس. ده احنا بنشتغل يا اما اونلاين يا اما اوفلاين. اوفلاين ثرو الورك شوب بتاعتنا، اونلاين عندنا في البلاتفورم بتاعنا بيخش ريال كلاس، مش جاست ان هو يتفرج على يوتيوب فيديو ان هو بيتعلمه الستبس بتاعته ايه، لا ده بيريجستر كلاس وبيكون في تيتشر بيخش على الكمبيوتر بتاعه بيشير السكرين ونبتدي نفولو معاه الستبس هي هي لو هو مش هنعرف نوفر له الفيرتشوال سيرفيسز بتاعتنا اوفلاين. خلاص.